إن باسم المركز الوطني للخبرة الطبية المستخدمين ملاحين باسم الشهيدة البطلة مغيش يمينة المدعوة دليلة والاحتفال بالذكرى 54 لعيد النصر سيكون حافزا دون شك لقيادة المركز ولجميع إطاراته يدفعون إلى تبني الأفضل والأسمى في المحافظة على العلاقات جيش أمة. الجيش الوطني الشعبي بأسماء شهدائنا الأبرار الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عن الكرامة الوطني وعزته يهدف بأساس إلى تخليد شهدائنا وترسيخ القيم الفاضلة لدى الأجيال القادمة التي يجب علينا أن تعرف أن منزلة ومكانة الشهيد عند الجزائريين مقدسة منذ الأزال، وهذا حفاظا على الأمانة التي ضحى من أجلها المليون ونصف مليون من الشهداء.